مثل النسم مثل الهواء دام عزج في وسط القلب قدرج يا روحي وقلب شعبج نحبج نحبج يا كويت والله نحبج يا كويت السلام عليكم معكم طالب مهدي القراف معك طالب عمر خالدي طالب هندسة كهربائية سنة ثالثة السلام عليكم اسمي سلمان كرم تخصص هندسة كمبيوتر في شارلوت السلام عليكم معكم أحمد أشتي تخصص الأمن السبراني السلام عليكم معكم محمد أيدي أدرس جامعة في يو سي سي في شارلوت نورث كارولاينا تخصصي محاسبة السلام عليكم معكم أخوكم الطالب علي الحبيب أدرس هندسة كهربائية السلام عليكم معكم علي القطان طالب هندسة مدنية كطالب مغترب لازم أحاول إني مش في الديرتي بحسن سمعة وهذا اللي يعني سعادة طبعاً كطلبة كويتية لازم احنا كطلبة نتجمع وايد ونشوف لعب وايد وشي موجود يعني في شباب وايد يسوون دواوين يقعدون شبه يومياً يعني اعتقد يعني بشهر فبراير خصوصاً الكويت أجواءها غير يعني خصوصاً الطلعات مع الشباب والوناسة يعني الكويت فبراير غير حتى يعني أهل الخليج كلهم جو الكويت فبراير كان هذا يعني ثاني عيد وطني لي مني صح ان شباب مقصرين يعني جمعات و بس هم متعة العيد وطني بالكويت غير ان شاء الله تكون عليك لمة الاهل لمة الربع طلعات اللي تصير على فبراير انا كطلبة كلنا نقعد مع بعض وانا نسولف ناخذ ونعطي وهذا الشيء ذكرنا بالكويت يعني قعدات الكويت الديوانيات والله كوني طالب انا يعني حاليا لاني متعت من الكويت انا قعدت الدير في الكويت فقاعد احاول اطلعها باحسن صوره مثل الكويت باحسن صوره عشان لما يقولون ان هذا الشخص كويتي ما يجي على بالهم فكره سيئه عنه الكويت يعني كدوله عظيمه الحب كله والغلا الكويت ولا فلا بالقضاء يطلعون راح يغسلون المواعي. سوون كم؟ ما ادري. عديت انا.